زيت نباتي، وبدنا خبز تورتيا، وبدنا طبعا لحمه عجل مفرومه، نفس البهارات اللي عملناها هلا مع بعض. رح اعيد لكم كل مقاديرها. بدنا سيراتشا صوص هلا رح نحكي عنه، او هو شطه سائله، وبدنا ملح وفلفل، وبدنا افوكادو وبندوره وخس، بالاضافه للزيتون الاسود والذره والفاصوليا الحمراء، هاي الاشياء حسب الرغبه. وطبعا بدنا شويه بندوره للتزيين، ومخلل وبصل اخضر، وصلصه الرانش المنزليه اللي هي الجاهزه، هي عباره عن بس يا لبنه يا لبن. انا اليوم مستخدمه لبنه لانه بدي اياها شوي كثيفه، لبنه مع مايونيز وعصير ليمون واعشاب ايطاليه، بودره ثوم وبابريكا مدخنه. طيب يا جماعه، هلا احنا هون حطينا اللحمه مع البصله، ورح نضيف عليها نفس البهارات اللي عملناهم انا وياكم هلا تحت الهواء. اللي ما لحق رح اعيد لكم شو هم. كانت عباره عن كزبره، كمون، زعتر ناشف، شطه مجروشه، بودره ثوم، بودره بصل، بالاضافه ل ملح، ايش كمان حطينا، وفلفل خشن طبعا. كل هاي الخلطه مع بعض عملت لنا خلطه البهارات المكسيكيه. رح نخلي هاي اللحمه على راحتها شوي تتقلى عبين ما ننتقل للخبز. افرجيهم كيف عملناه. طبعا احنا عملناه بمطبخ رؤيه قبل هيك، عملت لهم اياه بس رح اعيده. هلا يا ستي بدنا نلبس كفوفنا بالوصفه. عم بترك شوف ديما تحكي يا رامي، ايش احلى. الله يسعد قلبك. الوصفه عشان يركز معنا، شوفي هي فيها شويه تفاصيل عشان هيك انا تاركه الموضوع. فعشان هيك هلا بس نخلص الاشياء المهمه بنتحدث. بالضبط. طيب هلا خبز التورتيا المكسيكي، طبعا التاكو شيلز انتم بتعرفوهم تبعون التاكو العاديين، انا اليوم عملتها على شكل سلطه، فحبيت احطها بالسوفت تورتيا اللي هي الطريه مش باليابسه، وحبيت اعطيها شكل الصحن حتى نقدر نحطه بالطبق. اللي بدنا نسويه هو انه بس بدي ادهن الخبزه بشويه زيت، هاي زيت نباتي، بدي ادهن الخبزه فيه على الشقتين. روان ديما التورتيا عباره عن طحين وزيت صح؟ هلا طحين زي شوفي هلا في التورتيا يختلف، في عندك هذا. اشياء بطحين الذره اوكي وفي اشياء بالطحين العادي. طحين الذره زي المعمول منه التاكو. يس. هلا احنا اللي بنعمله للستات في البيت المبسط هذا بنستخدم الطحين العادي. نعم. هلا بس خليني احرك اللحمه عشان ما ننساها كمان. بس سهل ينعمل بالبيت، هو مش مقادير كثيره يعني. في ناس بحطوا معه بيكنج باودر، في ناس بدون عشان يطلع مرقرق، وكثير سهل. نرجع بنعملهم اياه. انا عملته مره مع وصفه شاورما. أيوة. بس هي نفس الوصفه، بس انا بحبه لانه رقيقه الخبزه وزاكي طعمها، بضلها طريه. شايفين هلا اللحمه عندي بلشت تنضج صح، بس خلينا نحركها شوي اكثر. بس الحلو ديما انه صار موجود بكل السوبر ماركت. واسمعي بعدين في محلي هلا، في الاجنبي. أيوة. كان غالي كثير. غالي بالضبط. هلا المخابز كلها بتعمله بالمحلات. مزبوط. يعني حتى مغلف وما احلام. هي اللحمه بلشت عندي تاخذ اللون الصح. قبل ما اكمل الخبزه بس رح اضيف لها مقدار معلقه من السيراتشا صوص. ايش هو السيراتشا صوص؟ هو صوص حر شطه سائله زي التوباسكو، بيجي بازايز وطعمه كثير مختلف عن الصوص الهوت صوص العادي، لانه بيضيفوا له خل وبيضيفوا له ثوم، فله نكهه مميزه. اذا لقيتوه اوكي، ما لقيتوه بتقدروا تحطوا اي هوت صوص عندكم، بتقدروا ما تحطوا ولا شيء. يعني هو مكسيكي؟ مش مشكله. لا هو بالاصل تايلندي. تخيلي بالاصل الاصل الاصل تايلندي، بعدين صار متعارف عليه، استعملوه لانه هو حتى يعني على اسم بلد. والله. بس اجمالا بكل الفار ايست متعارف عليه، او بالدول اسيا. اوكي. وطبعا صار مشهور بامريكا وبكل الدنيا. اوكي، فاذا انا بس حطيت معلقه منه حتى اعطيه هذا اللون. شوفوا اولا اللون بصير احلى والنكهه اطيب، وبتطلع اللحمه حره عنا اكثر. وهلا رح ارجع للخبزه، نقدر نطفي عليها هاي الخبزه. اذا دهناها بالزيت، في عندي انا هون قوالب، هدول موجودين وسعرهم كثير منخفض. واذا ما عندكم اياهم باي قوالب كيك صغار، بتقدر تعملوهم على شكل كب كيكس، بتبعون الكب كيكس صغار، تقصوهم دائره اصغر. فانا بس بعد ما دهنتها بالزيت رح اعطيها هذا الشكل. شوفوا ما احلاه راسا بتاخده، لانها مدهونه بالزيت ما رح تتقطع معي الخبزه. فكثير ضروري تدهنوها بالزيت حتى يعني تكون معاكم فلكسبل اكثر الخبزه، وتاخذ الشكل اللي بدكم اياه، تكون مرنه اكثر اثناء التشكيل يعني. اوكي تمام. بندخله على فرن حرارته 180 درجه لمده بس 6 ل 7 دقائق لتاخذ لون. لا تقرمش. بالضبط. فراح ادخلها
وأبدأ بالجاهز اللي عندي نكمل الوصفة. يلا. هلا أنتي عطيتي اللحمة الطعم المكسيكي بالزبط. بدك إياه. بس هلا ديما نفس المقادير اللي أنتي مستعملتيها هي المقادير اللي بحطوها بالتاكو اللي مش إحنا مش شي جاهز. هلا إحنا بنحط تاكو بنحط معاه خس جبنة بندورة بتصيري أنتي تحطي الأشياء اللي بدك إياهم. أنا عاملة إنه سلطة يعني عرفتي. هلا هاي اللحمة طبعا مبردة لأنه أنا بالسلطات دائما بقول مش لازم الدجاج أو اللحمة ينحطوا وهو سخن كثير مهم. بزنخ. فهون أنا عندي نفس هاي الخلطة باردة عشان نقدر نشتغل فيها. فرح ننتقل هلا هاي خلاص أوكي أمورها منيحة بنشيلها وبنشتغل بالباردة. ما بعرف رامي عندنا وقت نكمل ولا رح نكمل بعد الفاصل لأنه معي أنا فقرتين للسلطة. يلا. إذن هلأ رح نبدأ في تشكيل السلطة اللي عنا. بس خلينا نجيب بورد خشب عشان يكون الشغل مرتب ونحطهم عليه أو هذا الأسود. طيب هلأ بتبلشوا أنتوا تشكلوا بالسلطة بالطريقة اللي أنتوا بدكم إياها بعد ما يطلع عندكم الخبز. طبعاً أنا حكيت قبل هيك إنه كتير حلو هذا لعدة وصفات. بتقدروا الخبز العربي تبعنا تعملوه بهذا الشكل وتعملوا فيه فتوش طلع كتير زاكي. والله زاكي. فممكن تستفيدوا من هاي الطريقة لكذا وصفة. بعدين الحلو إنه بس خلصها باكلها الخبزة يعني. ولا كلت. هلا رح نحط شوية خس بأسفل الطبق عشان أول إشي يحملنا الخبزة وتاني إشي لأنه بيدخلها خس السلطة يعني هاي تحديدا. هلا إحنا هاي اللحمة اللي مبردة اللي قليتها كنت قلت لكم إني أنا مبردة من قبل. فهلأ رح أعملها بأي شكل أنتم بتحبوه. أنا رح أعملها يعني مفصولة عن بعض ما رح أخلط المواد مع بعض عشان أرتب هيك للتقديم. تقريباً يعني معلقة وشوي من اللحمة. ما بدي أنسى اللي بالفرن عشان نفرجيهم إياها لسه بدها وقت. هلأ إيش أنتم حابين تضيفوا أنتم حرين. متعارف على التاكو عادة بضيفوا لها أجبان، في ناس بحطوا بس بندورة، في ناس بحبوا يحطوا درا، يعني صح. هذا حسب الرغبة ما رح أقيدكم فيه. فأنا رح أحط شوية فاصوليا حمراء، رح أحط شوية درا وأساسي بصراحة وكتير زاكي معها رح أحط أفوكادو. أنا مقطعة أفوكادو عصر عليه ليمون حتى يضل لونه حلو. فهلأ كمان رح نستخدمه. أوكي. وإيش كمان؟ زيتون أسود. هاي الزيتون تمام. هلا رح ناخذ حبات الافوكادو اللي عندنا ونحطهم بهاي الطريقه. هلا زي ما قلت لكم تقدروا تقدموا الدريسنج عليهم بس انا عشان ما يطرى معنا الخبز وما يصير منظره مش كثير مرتب حطيته على جنب. صح. الصوص عباره عن لبنه مع مايونيز او لبن مع مايونيز، حط عليه عصره ليمون، بهرته بشويه بهارات حسب الرغبه، فكتير بيلبق مع هاي السلطه. حاسه انه بدي ازيد شوي الذره. اوكي هلا بدي اضيف كمان، خلينا نكتر الفاصوليات عشان يبينوا. اوكي هلا هون عندي مخلل الهالبينو ومخلل الفلفل، يا بتشتروه يا اذا عندكم بالبيت مخلل الفلفل بمشي الحال، واذا بدكم تقيموه كمان ما في مشكله. سي اس كمان احنا بنعطيكم الوصفه باسكى شيء وانتم ايش ما بدكم تختصروا بتختصروا. صحيح.